ليها المنظر الحلو. اليوم حاعطيكم طريقة الدجاج بالصينية مع خضرة حتى رز. على فكرة فيكم تعملوها سندويشات اذا بدكم، يعني فيكم تشوون بنفس الطريقة ترجعوا تلفوهم سندويشات. هلا اذا عملتوهم هيك بجيتوا تلفوا سندويشات، حطوا الرغيف على الصوص مع الدجاج، غمسوه فيه ورجعوا لفوها كمان مع توم، بتطلع شي اكسترا. بس انا حبيت اقدمها مع رز، رز ابيض سادة. يلا تابعوا الفيديو لحتى تعرفوا الوصفة. صار فيي هالمرة مثل هذيك المرة، صورت الفيديو وخلصت وحكيت وشرحت وطلع الفيديو بلا صوت. اول شي حنبلش بالدجاج. انا الدجاج عندي نظفته وغسلته منيح ونقعته بمي باردة وحامض، حطيت فيهم شرائح حامض وملقعة خل، ما تكتروش خل لانه بيطعم بالدجاج وباللحمة. فنقعتهم بالمي تقريبا شي نص ساعة، ثلاث ارباع ساعة، مش اكتر من هيك يعني بزيادة. بالعادي بنقع الدجاج بالماي والخل والحامض بس يكون بدي اشوي او اقلي او اعمل طبخة ما فيهاش سلق قبل، مشان بينضف وبيطرى الدجاج اكتر. يعني بستعمل هاي الطريقة حتى بالمندي كمان، بنقعه بهاي الطريقة بتطرى الدجاجية من جوا، بتطلع اطيب بس تنطبخ. سو استعملوها. للتتبيلي رح نخلطها اول شيء قبل ما نحطها على الدجاج. مهم كتير انكم تخلطوا التتبيلي قبل ما تحطوها منشان تتوزع بالتساوي على الدجاجات. اذا حطيتوهم دايركت لفوق الدجاج ما حيتوزعوا بالتساوي. سو اول شيء حنحط كبيت لبن رايب، اللبن رايب او زبادي، مهم يكون هيك في شوية حموضة، بيساعد بطراوة الدجاج، بضل الدجاج طري وبضل كيف بدي اقولكم، يعني ما بينشف الدجاج، عرفتوا، بتضل الحبة هيك تاسع شوي. كوباية زيت، ثلاث ارباع كوباية زيت. انا المكونات رح اكتب لكم اياهم تحت الفيديو anyway. فيكم تحطوا زيت زيتون وفيكم تحطوا زيت نباتي، بس انا بفضل بهالوصفة الزيت النباتي اطيب. حطيت كوباية زيت زيتون وملقعة خل، كمان ما تكتروا خل، يعني ملقعة واقل شوي مشان الخل بيطعم مثل ما قلت لكم بالدجاج وباللحمة. حضيف كمان ملقعة زنجبيل، شقفة زنجبيل صغيرة رح أبرشها، وخمسة حصوص ثوم كمان رح أبرشهم برش. فيكن تدقوهم بالمدقة أو مثل ما بدكم، مهم أنا برشتهم. فيكن تحطوا ثوم بودرة إذا ما بدكم ثوم فريش، بس الثوم فريش بيعطي طعمي أطيب أكيد، والدجاج بلا ثوم ما بيسوى. والزنجبيل طعمته قوية وطيبة مع الدجاج خصيصا. دبس البندورة ودبس الفلافل، رح زيد ملعقة ملعقة من كل وحدة. دبس البندورة كمان كتير طيب مع الدجاج، ودبس الفلايفلي كمان كتير طيب مع الدجاج، بس اذا فش عندكم دبس الفلايفلي فيكن تستبدلوه بملقعة بابريكا، زيادة بابريكا، نحن اوريدي رح نحط بابريكا بس فيكن تزيدوا شوية بابريكا زيادة هون. او اذا بدكم بتقدروا تحطوا فلايفلي بس تشوا الصينية، يعني تحطوا معن قطعة فلايفلي حمراء كمان بتعطي افكت طيبة. البهارات اللي رح نضيفها هي فلفل ابيض، فيكم تحطوا بداله فلفل اسود حسب ذوقكم، بس انا بحب الفلفل الابيض مع الدجاج. بابريكا، تأكدوا انه البابريكا ما الى زمان مطحونة ومحطوطة عندكم لانه بتفقد طعمتها. اوريغانو، ملح، وعنا جوزة الطيب كمان، انا حطيت ملعقة صغيرة جوزة الطيب. جوزة الطيب بتعطي طعم كتير طيب للدجاج وانا بحبها مع الدجاج. فيكم تضيفوا شوية هيل وشوية قرفة مطحونة، بس انا رح احط اعواد قرفة مثل ما هي، مش هحطها مطحونة. بس بفرجيكم كيف. اكيد انتو اذا حابين تضيفوا شي من عندكم، شي نوع بهارات بتحبوا فيكم تضيفوه، بس هودي الاساسيات ما تستغنوا عنهم، كتير طيبين مع الدجاج تراست مي. بنخفق التتبيلة كتير منيح، اذا بنخفقها على الكهرباء كمان بيكون احسن لحتى يصير قوامها كتير كريمي وتتمزج مزبوط. شلتن من الماي والخل والحامض. هلا شو حاعمل قبل ما احط التتبيلة؟ بدي اعملها شقة صغيرة للدجاجية، شقتين، عشان تدخل فيها التتبيلة منيح وتطلع طعمتها طيبة. عم تشوفوا هيك؟ لا مش عم تشوفوا. اوكي نقربها هيك. اوكي شوفوا كيف رح اقصها، بس سحبة صغيرة، تمام، ما تغمقوش كثير هيك. هسه بس نحط التتبيلة تفوت بقلب الدجاج عشان انه
تتشربه يعني شجرة التتبيلة. هيك شقتين صغار فقط لا غير. شفتوا؟ بس هيك قصتين صغار. اوكي حنجيب التتبيلة اللي خلطناها ونزلها فوق الدجاجات. This looks so yummy. خلوني اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا احسن. سو هلا ما نعمل الدجاجات شوية مساج مشان تفوت التتبيلة وتتوزع عليهم بالتساوي. الرائحة جميلة جدا جدا جدا. دعكتهم منيح بالتتبيلة رح احط لهم شقف قرفة اعواد هيك مثل ما هم. فيكم تحطوا قرفة مطحونة مع التتبيلة انا بفضل عود القرفة. اسا هيدا عالشوي بيعطي طعم اطيب بس ينشوى. وهيدا شكل الدجاج بعد ما تبلناه وحطينا لهم القرفة وخلصنا. هلا حنغطي الصينية بنايلون وندخلهم على البراد لحتى ينقعوا بالتتبيلة. لازم اقل شي ينقعوا 3 ساعات لنهار كامل أو أكتر من نهار بينتزعوا يعني. بس كل ما نقعتهم أكتر كل ما أحسن. يعني أفضل شيء أنه نحط التتبيلة نتبلهم بالليل ونتركهم لتاني نهار. تاني نهار من أول نحطهم بالصينية ومنشويهم. في أسهل منها؟ المهم أقل شيء 3 ساعات وأكتر شيء نهار كامل. شفتوا صوت تليفوني كيف عم يطلع بالفيديو؟ اسم مغبش ومش كتير واضح، بس هداك المقطع كان أوضح شيء قلت أخليه. المهم هلأ منجي للبطاطا. البطاطا بدنا نقطعها وننقعها مشان تطلع مرق شي معنا. فيكن تستغنوا عن هيدي الستب بس انا حبيت شاركها معكم. اكيد البطاطا فيكن تقطعوها بالشكل اللي بدكن اياه وبالطريقة اللي بدكن اياه حسب ذوقكن. انا حقطعها هيك على شكل البطاطا ويتشز ورح انقعها بماي باردي مع تلج وملقعة خل. هيك بتنقع البطاطا بس نشويها او نقليها بتطلع معنا مرق شي شوي بالقلي واطيب بكتير بتفرق الطعم. فجربوها اذا حابين تجربوها. قطعتهم وحطيتهم بمي بيرتي مع التلج وحطيت لهم ملعقة خل بس فيش داعي لأكتر من هيك. هودي بدنا نقعهم تقريبا شي نص ساعة 3/4 ساعة ونرجع ننشفهم منيح ونرجع منتبلهم. هلأ حنقطع البصل. أنا جايبي هيك بصل صغير أبيض وأحمر. البصل الأحمر طعمته بحسه أطيب من البصل الأبيض. أنا بحبه ما بعرف كل واحد حسب ذوقه. فجايبتهم هيك صغار مشان الحبة الصغيرة صغيرة اتركها مثل ما هي والكبير شوي بقسمها بالنص. فيكن تقطعوا البطاطا مثل ما بدكن بس ما بنصحكن تقطعوهن البصل عفوا بس ما بنصحكن تقطعوهن كتير صغار لانه اذا قطعناهن كتير صغار لح يستووا اسرع. فخلوا الحب القطعة كبيرة بس تقطعوها. كمان قطعتهم ورح تبلهم بس بملح وزيت زيتون بس مش اكتر من هيك. هني اكيدي بس نحطهم مع الدجاج بالصينية رح يشربوا رح ياخدوا من طعمة الدجاج وتتبيلة الدجاج. ففيش داعي نزيد لهم اي شي تاني. زيت زيتون او زيت نباتي حسب ما انتو بتكون. بس انا مع البطاطا والبصل رح احط زيت زيتون. منحط لهم الملح والزيت ومنخلطهم منيح عشان يتوزعوا على كل البصل. انا ما حطيت شي بصل بالتتبيلي لانه هحط بصل مع الخضرة. انتو اذا مش حابين تحطوا البصل كخضرة مع الدجاج والبطاطا فيكن تحطوا بصل بودرة بالتتبيلي او تبرشوا بصلي. هلأ صفيت البطاطا من المي وكمان نفس الشي تبلتهم بزيت زيتون وملح بس وخلطتهم منيح. مثل ما قلت لكم البصل والبطاطا رح يشربوا من تتبيلة الدجاج. هلأ هنحط كل شي بالصينية لندخلهم على الفرن. أنا نطرت تقريبا على الدجاجات 4 ساعات لأنه فيش معي وقت. بتقدروا والأفضل إنكم تحضروها من قبل بالنهار وتحطوها أوفر نايت. حطوها كل الليل بالبراد وتاني نهار بتشوهن.
حطيت شوية زيت زيتون بكعب الصينية وحطيت الدجاجات، أكيد شلنا كل الصوص اللي مع الدجاج وحطيناه بالصينية كمان. وزعت البطاطا والبصل، فيكن تضيفوا أي نوع خضرة بدكن، إياه جزر مثلا، فطر، أي شيء أنتو حابين تضيفوه فيكن تضيفوه. هلأ ححط شوي كمان على الوجه زعتر بري فريش، إذا عندكم زعتر بري فريش ضيفوه، وفي زعتر بري كمان بيجي بغير أشكال كمان فيكم تضيفوه. الزعتر الفريش معهم بيعطي طعمة كمان كتير طيبة للدجاج، جربوها. قبل ما ندخلها على الفرن بدنا نغلف الصينية أكيد لحتى تنطبخ صح. بدنا بس تحطوا الصينية بالفرن بصير المي التتبيل اللي بقلبها تتبخر، والمي تبع الخضرة بصير يتبخر. بدنا هذا البخار يضل بقلب الصينية مشان يستوي الدجاج وتستوي الخضرة صح. فحنغطي الصينية، غطيته أول شي بورق زبدي، رجعت غلفته بسنيتة، أكيد ورق الزبدي لحتى يحمي الخضرة من السنيتة مشان ما يلزقوا بالسنيتة. وححطهم بالفرن على أعلى حرارة عندكم إياها. أول شي حطيته نص ساعة بس من تحت، ورجعت حطيته من نص ساعة التاني من تحت ومن فوق، بدهم ساعة بالفرن من تحت ومن فوق. بعدين بعد الساعة حنشيل السنيتة عن الصينية ونشويها من فوق مشان تتحمر. الصينية بعد ما كان لها ساعة بالفرن أكيد كل شي استوى، بس أنا شلت السنيتة عشان حمر لها وجهها. هلأ حطلعها على الرف الفوقاني وخليها تتحمر بس من فوق. أهم شي تضل هاي التمزومة مشان بس منا نقدمها نحط مع زوج. أنا حضرت حدا رز أبيض، أوكي، وهيك بتصيروا تسقوها بشوية زوم مشان ما تطلع ناشفة، يعني هيك أطيب مثل الصوص بيطلع معكم. بس شو بدي احكي لكم، شو صينية شاهية مرة عن جد كتير طيبة، والدجاج كتير كتير مستوي. اكيد انا اكلت شوي يعني قبل ما اصور لانه كتير جعاني.